يختم الله عز وجل هذه السورة بما ينبغي على كل مسلم، بما ينبغي على كل مسلم تجاه دينه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، بدأت السورة يا أيها الناس الدعوة، ختام السورة أيها المؤمنون حافظوا على الدعوة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده. قيل حق الجهاد الذي لا تخاف فيه أحدا إلا الله، وقيل حق الجهاد استفراغ كل الوسع في نصرة دين الله. وجاهدوا في الله حق جهاده هو، وليس حق جهادك أنت، أي ما تظن أنه يقدم إلى الله سبحانه وتعالى. وجاهدوا في الله، اجعل كل الجهاد طلبا لرضا الله. لذلك حينما ترى هذه السورة وهي التي بدأت بتشريع القتال، لماذا شرع القتال؟ لحماية المؤمنين، لحماية المسجد الحرام، لحماية هذه الدعوة. لأن الله عز وجل يخبرنا أنه أهل الباطل لا يمكن أبدا أن يتركوا دين الله عز وجل أبدا، مهما أظهروا التسامح ومهما أظهروا اللين لن يتركوا دين الله أبدا ينتشر. فلذلك الحل هو مقاومتهم. فيقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، اصطفاك لهذه الوظيفة، أنت مسلم، إذن ينبغي عليك أن تحافظ على إسلامك وإسلام الآخرين. أنت مسلم، ينبغي أن تحافظ على إسلامك وأن تدعو الآخرين إلى الإسلام. هذا اجتباء، هذا اصطفاء من الله عز وجل. الآية اللي قبلها: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. هذا الاصطفاء على علم الله الذي يصطفيه الله عز وجل للدعوة لدين الله، هذا اصطفاء من الله على علم. أسأل الله عز وجل أن يصطفينا لنصرة دينه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور، يحاسبنا على ذلك. فيقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم. طب أنا في حاجات مش قادر أعملها لنصرة الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج. اللي تقدر تعمله اعمله. لو أنت تقدر تبلغ الناس عن آية، بلغ الناس آية. لو تقدر تبلغ الناس حديث، بلغ الناس حديث. تقدر تحافظ على أولادك، حافظ على أولادك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الجهاد وهذه النصرة ممتدة من لدن إبراهيم، هو الذي وضع هذه اللبنة في أول السورة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وضع هذه اللبنة، واستمرت هذه الدعوة بهذا الجهاد وبهذا البذل. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. جمهور المفسرين أن الله سماكم المسلمين، وقيل إن إبراهيم سماكم المسلمين. استمر الإسلام بوضع هذه اللبنة عن طريق البذل. يعني الإسلام بيستمر في المسلمين إزاي؟ عن طريق البذل. لو أنت هتبذل الدين هيستمر. لو أنت لو المسلمين في مكان معين تخلوا عن دينهم وعن إقامة شعائرهم وعن الدعوة إلى دينهم، يضمحل للإسلام في هذا المكان كما حدث في الأندلس. أسأل الله عز وجل أن يعيدها لنا. كل مكان يبذل فيه الدين، الله عز وجل يؤيد هؤلاء الذين يبذلون نصرة دينه. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فسوف يشهد علينا ماذا فعلنا في هذه الأمانة. والذي يقوم بتأدية الأمانة يكون بالتالي أيضا شهيدا على الناس. فكل من أدى الأمانة ونصر دين الله وبلغ دين الله يأتي يوم القيامة يشهد على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من أدى الأمانة، فهو شهيد على كل المسلمين. ثم بعد ذلك ليكون الرسول عليكم شهيدا، وتكونوا أي أنتم المسلمين شهداء على الناس. استحضار المسلم أنه له رسالة عالمية يجعله يتحرك لنشر هذا الدين، وتكونوا شهداء على الناس. ما هو العون في هذا الطريق؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم يخبرنا الله عز وجل بالطمأنينة أن الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. هكذا تختم هذه السورة، هذه السورة سورة الحج، تسكب في قلبك الطمأنينة أن الله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير، ينصر من نصر الدين. ولا ينصرن الله عز وجل من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره.